اهلا بكم في فيديو جديد من قناة فادي عضلات. قبل ما نبدأ الفيديو حابب اعرفكم ان انا في عندي قناة تانية للالعاب اسمها قناة تفجير وتدمير، هتلاقي اللينك في الوصف يا جميل. اشترك وفعل زر الاشعارات عشان يوصلك كل الفيديوهات، ويلا بينا نبدأ الفيديو. في الحقيقة وحشني كتير جدا جدا لان انا من زمان ما عملتش فيديوهات هنا. عايز اقول لكم اول حاجة بركولي على الحلقة، اخيرا حلقت يا جماعة. انا عايز اقول لكم بقالي اكتر من 3 شهور ما حلقتش، دي حلقة العيد بقى. المهم انا عايز اقول لكم ان انا اخر مرة حلقت كان من 28/12، يعني من 3 شهور و10 ايام. انا الطبيعي لو صبرت شهرين ونص بيبقى شعري في المعقول، فما احلقه يبقى معاد كويس. لو وصلت الثلاث شهور بيبدا بقى شعري يطول وحاجات غريبه، لو عدى الثلاث شهور بيبدا بقى حاجات كده، تلاقي حاجات ماشيه كده وحاجات كده وحاجات غريبه. المهم يعني المكنه دي خلاص راحت عليها، المكنه موزر اللي انا بستخدمها في حلقه شعري راحت عليها، يعني كفاءتها بعد الشيء زي الاول. بقت متعبه جدا بالنسبه لي، بقيت عشان احلق اقعد اعيد على الحته كذا مره، يعني زي ما تكون تلمت كده او ما عدتش زي الاول. وبعدين غير كده هي بسلك، عايز اغير بقى. انا في الحقيقه يا جماعه عايز اشتري، يعني بصوا المكنه دي، بس والله هي كانت كويسه وكل حاجه، بس خلاص ما عدتش. يعني عايز مساعدتكم يا جماعه في اقتراح نوع مكنه قوي جدا. انا عايز مكنه سفاحه، مكنه تجزر، اللي هو ايه يعني، دي مثلا هو انا بحلق بيها لما تتملى شعر ما تكملش حلقه، لازم افضي الشعر اللي فيها عشان ايه اقدر اكمل. لا انا عايز مكنه مجزره، اللي هو كده خلاص، شكرا في كلمه ونص. عايز حاجه جامده، عايز حاجه قويه قوي، تمام. وعايزها تكون بدون سلك، لان وانا بحلق والمكنه ديت بسلك يعني ببقى واقف كده جنب الحيطه، كان انا واقف كاني زي الموبايل وهو لازق في الحيطة وهو متوصل في الشاحن، تفهمين قصدي؟ فلا مش ما عادش عايز حاجة بسلك بصراحة. كان في مكان اسمها براون، كنت شايفها من كام سنة، كانت ب 600 جنيه وايرلس وكده، واكيد دلوقتي المكنة زي دي تعدي ال 1000 يعني. بس قولوا لي هل دي كويسة ولا لا، ولا في انواع احسن. الحاجة التانية المكنة بتاعت حلقة الدقن الكهرباء اللي هي الباناسونيك ارك 4، المكنة دي كانت واحدة من اعلى 10 مكنات حلقة كهرباء في العالم، لكن دلوقتي بدأ ينزل بقى حاجات احدث كتير وكده. ف المكنه دي يعني خلاص برضو، يعني المكنه دي حلوه جدا بس بتاخد وقت شويه، يعني مثلا ايه وانا بحلق لازم اقعد اعيد على الحته كذا مره. يعني انا عايز مكنه بقى قويه برضو. عايز ايه رايكم ان انا بفكر اتجه للبراون، بفكر اتجه للبراون الناين سيريز. انا كنت سامع ان اعلى حاجه نزلت لغايه دلوقتي هي الناين سيريز، معرفش صراحه في اعلى من كده نزل ولا لا. فايه رايكم؟ لان كنت شايف اوبشن في البراون كان مكتوب ان هي لو في شعر مثلا نايم، يعني بصوا لو في شعريه دقن كده نايمه، فاهمين قصدي؟ المكنه دي يعني ايه بتبقى متعبه شويه في ان هي تجيبها. كنت قريت بقى في البراون ان لو في شعره نايمه المكنه بتاعت البراون فيها اوبشن تعرف تجيب الشعر اللي نايم، اللي هو اللي لازق في الجلد ده، مش اللي هو انتوا فاهمين قصدي؟ يعني فيها اوبشنات اعلى، فبفكر اجيب البراون صراحه. قولي رايكم برضو. الحاجه الثالثه اللي انا محتاج اجيبها يا جماعه ضروري، هو عايز اجيب مكنه بتعمل قهوه، بس مش الكنكه الكهرباء اللي هي سيمبو والكلام ده، المكنه التركي الكهرباء، لا لا مش قصدي الكنكه الكهرباء، انا قصدي مكنه اللي هي مكنه الكنوود الكبيره ديت، اللي يا دوبك ترمي القهوه واللبن وهي وتحط الكوبايه وعلى طول هي تقلب وتظبط الدنيا كلها، وانت بس تدوس على زرار تصب القهوه، لان ما عادش عندي وقت ان انا اعمل قهوه وانا بحتاج اشرب قهوه كتير يعني وكده. فايه رايكم في مكنه الكنوود؟ وهل الكنوود في انواع تنصحوني بنوع معين؟ يا ريت تفيدوني في الكلام ده كله. النهارده بقى في الفيديو بتاعنا يا جماعه انا جاي اجرب شوكولاته بيونو، معرفش اسمها بيونو الاسم، انا مش عارف انا منطقه صح ولا لا. الشوكولاته دي بجربها لاول مره، اول مره اشتريها في حياتي بامانه، اول مره اشتريها. الشوكولاته دي ثمنها 13 جنيه، فهل تستحق السعر ده ولا لا؟ ده اللي هنجربه النهارده ونشوف. الصوره المصغره بس كده في السريع. اوكي يلا بينا نفتح ونشوف هل تستحق ولا. اسمها كندر بيونو، كندر بيونو. طيب اول حاجه هي عباره عن صابعين، زي ما انتم شايفين الصابعين متغلفين باكياس. طيب الصابع كل صابع متقسم 4 حتت. مش عارف بحس ان انا بعمل مراجعه للبيونو، مش يعني كاني بعمل مراجعه للموبايل، مش عارف عمال اوصف حاجات غريبه كده. هي طبعا عباره عن شوكولاته رقيقه وجواها حشو كده. لا جميله جدا.
جامد يا جدعان. انا قلت جامد يا جعان ولا جامد يا جدعان؟ حلوة جدا، بس انا نفسي ابقى اشتري منها شوكولاتة صافية، شوكولاتة شوكولاتة يعني، دي شوكولاتة رقاق، عبارة عن رقاق بس، ما بصراحة يعني تحفة. رأيكم؟ اتفضلوا معايا بقى. لا لا، حاجة طعمها جبار، حاجة كده طعم مميز كده جميل. بصراحة الطعم يعني الطعم أسطوري، الطعم رهيب 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 رهيب، جميلة جدا بجد. أول مرة أجرب شوكولاتة بيونو، إن شاء الله بحاول أجرب لكم حاجات كتير على قد ما أقدر. باي باي. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وشير عشان تساعدني ان اطور المحتوى بتاعي، عشان القناة بتاعتي تكبر اسرع واسرع. وعشان تقدر تشوف فيديوهاتي الجاية لازم تعمل اشتراك وتفعل زر الاشعارات عشان يوصلك كل جديد. وشكرا جدا ليكم، والى لقاء اخر في فيديو جديد.